النمبرينج سيستم احنا قلنا ان احنا عندنا اربع انظمه ديسيمال، وده البيز بتاعه 10 يعني الاساس بتاعه 10، فبيتكون من 9 10 ارقام مختلفين هما من الصفر لحد 9. وفي عندنا الباينري الاساس بتاعه 2 يعني بيتكون من رقمين مختلفين وهما فقط الزيرو والون. في عندنا الاوكتل وهو الثماني البيز بتاعه 8 فبيتكون من الارقام اللي هي من 0 لحد 7. فوق السبعة بيكون بيتعبر عنه بتو ديجيتس مش ديجيت واحده. وفي عندنا كمان الاخير اللي هو الهيكسا ديسيمال. الهيكسا ديسيمال اللي هو النظام السادس عشر، وده بيتكون من 16 رقم مختلفين. وايه هما ال 16؟ اللي هما من 0 لحد 9، وعندنا بعد كده من اول العشرة بيعبر عنها بايه؟ بA B C و D و E و F. الF بتعبر عن ال 15. من الباينري للديسيمال ثنائي للعشري، احنا عندنا رول بتقول ان انا دايما لما بروح للديسيمال، يعني انا عايزة احول من اي حاجة الى الديسيمال، انا بضرب. بنضرب ايه؟ بنضرب الخانة في البليس فاليو بتاعتها. فهو هنا عايز يحول ايه بقى؟ 1 0 1 1 0 0 1، عايز يحولها لديسيمال. فهو هيضرب ايه؟ هيضرب كل رقم في البليس فاليو بتاعته. وقلنا ان احنا 2 اس 0 يعني 1، و2 اس 1 يعني 2، 2 اس 2 4، 2 اس 3 8، واللي بعدها 16، 32، 64. فلما لقينا ان احنا عندنا الواحد هتتضرب في 1، الصفر هتتضرب في 2، الواحد هتتضرب في 4، 1 في 8، وكمان 1 في 64. فأصبح مين اللي عندك فيه وحايد؟ اللي هو أول رقم اللي هو قيمته بواحد يعني، وبعدين الأربعة والتمانية والأربعة وستين. فيروح مجمع مين؟ 1 + 4 + 8 + 64، طلع له الرقم الديسيمال اللي هو 77. تمام، دي ما فيهاش مشكلة. طيب عايزين نحل ده. 110101 ده باينري، عايزين نحوله لديسيمال. طالما عايزين نروح للديسيمال يبقى هنضرب مين في مين؟ الواحد الأولانية دي مكانها 1، يبقى الواحد التانية مكانها 2، بعد كده هنا في 4، بعد كده هنا في 8، بعد كده هنا في 16، بعد كده هنا في 32. يبقى الوحايد موجودة عند مين؟ موجودة عند الواحد والاتنين، يبقى كده 3 3 كده 11 32، والاثنين وتلاتين يبقى 43. نيجي للي بعده، احنا بنقول مين؟ من الاوكتل بقى للديسيمال. احنا عايزين نروح للديسيمال يبقى بنضرب. هنضرب مين في مين؟ عندنا الرقم اهو، الرقم عبارة عن 4 2 7، ده اوكتل. معنى ان هو اوكتل معناها ان كل رقم البيز بتاعه 8، اول رقم 8 اس 0، اللي بعده 8 اس 1، اللي بعده 8 اس 2، فبالتالي بضرب الأربعة في 8 اس 0 اللي هي 4 في 1 يعني ب 4، بضرب الاثنين في 8 اس 1 اللي هي 8 يعني 2 في 8 في 16، بضرب السبعة في 8 اس 2 اللي هي 64، يبقى 7 في 64 ب 448، وده تحويلة الرقم، وأجمعهم على بعض وأحول الرقم في الآخر. يبقى ضربنا مين؟ ضربنا كل رقم محطوط هنا في الـ place value بتاعته اللي هي إيه؟ 8 أس 0 هنا، 8 أس 1، 8 أس 2. الهكسا ديسيمال للديسيمال إحنا قلنا مش علينا، بس هنشرحها دلوقتي برضو وإحنا بنعدي كده. نفس الكلام، إحنا برضو هنضرب كل رقم في الـ place value بتاعته. فعندنا هنا الرقم بتاعنا عبارة عن ABC. يعني ايه ABC؟ الـ ABC دي مش ارقام، لا، الـ ABC دي ارقام في الهكسا ديسيمال. الـ A يعني 10، الـ B يعني 11، والـ C يعني 12. طيب، ومش معناها برضو ان انا لقيت ABC يعني اقول 10 + 11 + 12، لا، ده مش صح خالص. هو انت هتجيب الـ C اللي هي الـ 12 هتضربها في الـ place value بتاعتها. place value بتاعت اول حاجة على اليمين عبارة عن الـ 16 أس 0، اللي بعدها 16 أس 1، اللي بعدها 16 أس 2.
فبقينا هنضرب السي في 16 اس 0 والبي في 16 اس 1 والاي في 16 اس 2. السي عبارة هي أصلاً 12 هنضربها في 16 أس 0 اللي هو 1، والبي هي 11 هنضربها في 16 أس 1 اللي هي 16، والاي هي 10 هنضربها في 16 أس 2 اللي هي 256، يبقى 10 في 256 و11 في 16 و12 في 1، هنجمع دول كلهم هيديني في الآخر 2748. يبقى طول ما احنا بنروح للديسيمال يبقى هنضرب وبعدين نجمع. هنضرب مين في مين؟ الرقم في البليس فاليو بتاعته. من الباينري للديسيمال حليناها، من الاوكتال للديسيمال حليناها، من الهكسا ديسيمال للديسيمال، كده خلصناها. من الديسيمال بقى للحاجات التانية، من الديسيمال للباينري، من ديسيمال لأي حاجة أنا بقسم. أنا بقسم، بتقسم على إيه؟ بقسم على البيز بتاع السيستم اللي أنا عايز أروح له. انت عايز تحول من ديسيمال لباينري يبقى تقسم على الاثنين، عشان الاثنين هي البيز بتاعت الباينري. هنقسم على الاثنين ازاي بقى؟ اهو هو عايز يحول 125 دي ديسيمال، عايز يحولها لحاجه باينري، فياخد ال 125 يقسمها على الاثنين بكام؟ ب 62 والباقي 1. مفهومه دي ولا مش مفهومه؟ ما هو 62 في 2 ب 124، اتبقى من ال 125 واحد، فراح حاطط الواحد على جنب. طيب خد بعد كده قسم ال 62 على الاثنين، طالما رقم زوجي هيقبل القسم على الاثنين، يبقى 62 على الاثنين ب 31. نقسم ال 31 على الاثنين ب 15. نقسم ال 15 على الاثنين، هو رقم فردي فهيبقى فيه باقي قسمه. 15 على الاثنين فيها 7. 2 في 7 ب 14 وتبقى 1. 7 على الاثنين فيها 3. 2 في 3 ب 6 تبقى 1، احطه على جنب. 3 على ال 2 فيها ال 1، 1 في 2 ب 2 اتبقى 1 من 3. 1 على ال 2 ب 0 واتبقى 1، واعتقد ان الكلام ده شرحناه في المحاضره كويس قوي. طيب ازاي طلعنا بقى فين الاجابه في الاخر؟ فين الاجابه؟ الاجابه هو ده. اخد بواقي القسمه دي كلها، أبدأ من اللي فوق يبقى هو أقصى اليمين، فبقت 1 0 وبعد كده في عندي 5 وحايد جنبها، ودي كده تحويلة مين؟ تحويلة ال 125 من أوكتال لباينري، من 8 ل 2. يعني عندي رقم أهو 507 507، ده أوكتال عايز أحوله لباينري. قلنا بنعمل إيه بقى؟ بناخد كل ديجيت لوحدها نفكها بتلاتة. وش معنى تلاتة بت equivalent؟ هو بيقول ايه بقى؟ بيقول convert each octal digital، يعني كل each octal sorry digit، كل digit من الاوكتل ده to a 3 bit equivalent binary representation. يبقى كل رقم من دول او كل digit في الاوكتل هتتفك بتلاتة. الخمسة امسكها احولها لوحدها، الصفر احوله لوحده، والسبعة احولها لوحدها، بس بشرط كل رقم بتحوله بتحطه في 3 ديجيت. حتى لو هو هيتحط في ديجيت واحدة أو في 2 لازم أنت تكمل بأصفار. السبعة بتتحول إزاي؟ قلنا عشان نحول لأي رقم سهل وبسيط كده أشوف الرقم أحطه قدامي كده 1 2 4، وأشوف الرقم سبعة ده أقدر أجيبه إزاي؟ أنا أقدر أجيبه بمجموع شوية حاجات من دول، يعني أجمع الواحد زائد الاتنين زائد الأربعة يديني سبعة. طب يبقى دي 1 1 1. طب لو قلنا 6 يبقى 6 بتيجي ازاي؟ 2 زائد 4 بس، يبقى احط 1 و1 وهنا احط 0، هنا احط 0 لو كانت 6 يعني. طيب الصفر هتتحول ازاي؟ ما تقوليش احط 0 كده بس، لا لازم تحطها في 3 ديجيتس، فتبقى كده اهو. الخمسة تتحول ازاي؟ 1 2 4، الخمسة عبارة عن الواحد زائد الأربعة، يبقى احط 1 عند الواحد، حط 1 عند الأربعة، اتبقت الاتنين مفيش عندها حاجة، نحط 0، فدي كده عبارة عن الخمسة. طب نكتب ايه بقى؟ اهو كده 111 3 0 101، وهي دي تحويلة الرقم 507 او اللي هو 705. طيب نكمل البرزنتيشن اللي بعدها، من هكسا ديسيمال لباينري نفس الطريقة بالظبط.
من هيكسا ديسمال لباينري نفس الطريقة بالظبط، بس كل ديجيت هتتفك بكام؟ بأربعة. كل ديجيت هتتفك بأربعة. ليه أربعة؟ علشان كل ديجيت في الهيكسا ديسمال هي بأربعة باينري. وليه برضو؟ لأنه هو ده الأساس بتاعه 16، يعني 2 أس 4. طيب نعملها إزاي؟ هناخد الـ F لوحدها، وناخد الـ A لوحدها، وناخد الـ 0 لوحدها، وناخد الـ 1 لوحدها. تعالوا نعملها مع بعض. رقم عبارة عن F، وهنا A، وهنا 0، وهنا 1. هناخد كل واحدة لوحدها. الـ F دي يعني 15 نفتكر، والـ A يعني 10. الـ 15 تتحول إزاي؟ حط كده قدامك 1 2 4 8. الـ 10 حط قدامك 1 2 4 8. الـ 15 عبارة عن كام زائد كام؟ 4 و 8 يعني 12، و 2 يبقى 14، و 1 يبقى 15. يبقى الـ 15 عبارة عن 4 وحايد. الـ 10 عبارة عن 2 زائد 8، يبقى نحط 1 هنا و 1 هنا، والخانتين التانيين نحط فيهم صفار. الصفر تتحول ازاي؟ تتحول صفر، بس مش هينفع، لازم احطها في اربع اماكن. الواحد هتتحول ازاي؟ واحد اتنين اربعة تمانية. الواحد تتجاب ازاي؟ حط واحد عند الواحد بس كده، لا وكمل بقى باربع بتلات اصفار. يبقى التحويلة بتاعتنا عبارة عن ايه؟ واحد 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 واحد، صفر واحد صفر واحد، اربع اصفار، واحد تلات اصفار، وده الحل بتاعنا. نرجع للبرزنتيشن. من ديسمال لأوكتل، احنا قلنا من الديسمال لأي حاجة في الدنيا بنعمل ايه؟ بنقسم. هتقسم على ايه؟ على البيز بتاع السيستم اللي انت رايح له اللي هو الأوكتل، يعني هقسم على التمانية. 1234 على التمانية فيها 154، والباقي كام؟ الباقي 2. 154 هنقسم هي كمان على التمانية هيديني 19، والباقي 2 برضو. 19 على التمانية هيديني 2، والباقي 2 في 8 في 16، والباقي 3. 2 على التمانية ما تنفعش، فيها الصفر، والباقي 2. بقت الإجابة عندي في الآخر هي إيه؟ الرقم ده ديسيمال وعايزين نحوله لأوكتل. من ديسيمال لأي حاجة أنا هقسم، هقسم على كام؟ هقسم الـ 35 على كام؟ هقسمها على التمانية. 35 على التمانية فيها كام؟ إيه اللي يقبل القسم على التمانية قريب من الـ 35؟ هي الأربعة. يبقى 35 على التمانية فيها الأربعة. أربعة في تمانية ب32، اتبقى كام من الـ 35؟ اتبقى 3. نحط التلاتة على جنب كده. طيب نقسم بعد كده 4 على 8. الأربعة على 8 فيها كام؟ فيها الصفر، والباقي القسم هو الأربعة. طالما وصلت للصفر المسألة خلصت. الحل بتاعي هيكون إيه؟ هيكون التلاتة والأربعة، أحط التلاتة على اليمين والأربعة بعدها. ديسمال تو هيكسا ديسمال أنا قلت لك مش هجيبها لك عشان القسم على 16 حاجة مزعجة، بس يعني احنا ممكن نقول الطريقة بس. فعندنا 1234 على 16، هو لما قسمناها طلعت ب 77 والباقي 2. 77 على 16 فيها الأربعة والباقي 13. 4 على 16 ما تقبلش القسمة خالص، فيبقى فيها الصفر والباقي 4. فبقى الناتج عندي عبارة عن ايه بواقي القسمة؟ 2 و13 و4. ايه ال 13 دي؟ في حاجة اسمها 13؟ ما هي ال 13 يعني دي. فيبقى الناتج بتاعنا عبارة عن ايه بقى؟ 2 وبعدين الدي وبعدين الأربعة. أنا مش هجيب لك دي، ولو جبتها لك هجيبها لك في رقم صغير تعرف تقسم، يعني رقم صغير قوي. تمام؟ باينري تو أوكتل. عندك رقم باينري كبير مزعج كده زي ده طويل عايز تحوله لأوكتل، تعمل ايه؟ تجمعهم بقى، كل ثلاث خانات هيدونا خانة واحدة في الأوكتل. فأول ثلاثة عبارة عن 1 1 1 يعني 7، يعني 7. جبناها ازاي؟ عرفناها ازاي؟ نحط فوق هنا 1، هنا 2، هنا 4، وجمع الوحايد 1 زائد 2 ب 3، 3 و 4 7، يبقى ده عبارة عن 7. الثلاث أرقام اللي بعدهم 0 1 0،
ناخد الصفر واحد صفر نترجمها لوحدها، صفر واحد صفر حط كده فوقيها واحد اتنين اربعة، يعني ده عبارة عن اتنين. التلات ارقام اللي بعديهم واحد واحد صفر، واحد واحد صفر يعني لو فوقيها واحد واتنين واربعة يعني واحد زائد اتنين تبقى تلاتة، والواحد الاخيرة دي جنبها صفرين يعني واحد. فاحنا حولنا ده لسبعة، ده لاتنين، ده لتلاتة، ده لواحد، فبقت الترجمة بتاعتهم عبارة عن ايه؟ سبعة اتنين تلاتة واحد. من باينري تو هيكسا ديسيمال، هيكسا ديسيمال يعني منفعش اشتغل تلاتات، لازم اشتغل ايه؟ اربعات. فهنيجي ونقول صفر واحد صفر واحد، دول اول اربع ارقام، اللي بعدهم واحد صفر واحد صفر، تاني اربع ارقام، اللي بعدهم اربع وحايد، واللي بعدهم صفر واحد، ومن عندي انا هنا صفرين على الشمال. يلا حول كل واحد لوحده. احول ازاي؟ هحط واحد اتنين اربعة تمانية بقى، عشان انا عندي اربع خانات. هو انا بنجيبهم ازاي دول؟ واحد اتنين، احفظ معايا، واحد اتنين اربعة تمانية ستاشر اتنين وتلاتين اربعة وستين وهكذا. اللي بعدهم واحد اتنين اربعة تمانية، واحد اتنين اربعة تمانية، واحد اتنين اربعة تمانية. يلا نجمع، هنا 2 و8 يعني 10، هنا 1 و5 يعني 1 و4 يعني 5، هنا 1 و2 يعني 3، 3 و4 7، 7 و8 15، هنا 2 بس. طيب ما ينفعش نحط ال10 كده وما ينفعش نحط ال15 كده، احنا عارفين ان ال10 في الهكس ديسمال يعني A وال15 في الهكس ديسمال يعني F، عارفينهم ازاي؟ العشرة يعني ايه؟ اللي بعدها بي 11، اللي بعدها سي 12، لحد الاف 15، والرقمين دول هيتحطوا زي ما هم كده. فبقى الرقم اللي وصلت له في الهكس ديسمال عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن A وخمسة واف واتنين، دي اتنين سوري مش 12، A وخمسة واف واتنين. طب نيجي بقى نقول من اوكتل هكسا ديسمال، من 8 ل 16 مفيش حاجة بتعمل تحويلة مباشرة من 8 ل 16. فالحل عندي ان انا اعمل ايه؟ ان انا اعمل حاجه في النص وسيطه، اللي هي مين؟ اللي هي الباينري. فهحول الرقم الاوكتل ده لرقم باينري، وبعدين الباينري اللي وصلت له احوله لرقم 16. ممكن نحلها مع بعض، بس احفظوا معايا الرقم 6 7 0 1، ادي 6 7 وادي 0 وادي 1، ده رقم اوكتل عايزين نحوله لرقم هيكسا ديسيمال. يلا تعالى نحول الرقم ده الاول لباينري. بالممارسة كده هنعرف ان الستة يعني كام، هنحولها لوحدها، الستة يعني اتنين واربعة، يبقى مفيش واحد، يبقى صفر واحد واحد، دي كده ستة. السبعة عبارة عن تلات وحايد، خد بالك انا بحول في تلاتات لان ده اوكتل، تلات وحايد. الصفر عبارة عن تلات اصفار، ما تقوليش صفر واحد، لازم احطه في تلات خانات. الواحد عبارة عن واحد وصفرين. احنا كده حولنا من اوكتل لباينري. الباينري اللي انت طلعت بيه ده حوله الهكسا ازاي؟ ناخد اربعات، هيبقى عندي اول خانة عبارة عن صفر تلات وحايد اهي، دول كده اول اربع خانات. الاربع خانات اللي بعدهم عبارة عن واحد واحد صفرين، الاربع خانات اللي بعدهم عبارة عن صفر واحد صفرين، وحول كل واحدة لوحدها. ادي واحد اتنين اربعة تمانية، يعني 4 و 8 12 و 2 14، 14 يعني E، 1 2 4 8 يعني ده 3، 1 2 يعني ده 2 بس كده. طيب العكس، الهكسا ديسيمال هنحوله لباينري، كل خانة تتفك بأربعة تتحول لباينري. خد الرقم الكبير اللي انت طلعت بيه ده قسمه تلاتات، وكل تلاتة حولهم لواحد بس اللي هو ايه؟ الأوكتل. يعني انت عايز تروح لأوكتل، فيبقى كل ثلاثة يبقوا بخانة، كل ثلاثة يبقوا بديجيت. عندنا جدول اهو، الجدول ده فيه أربع أرقام، كل رقم منهم بينتمي لنظام مختلف، فعندي كده في الديسيمال 33، في الباينري 101 0111، في الأوكتل 307، وفي الهكسا ديسيمال FA1. عايزين نحول، نملى خانات الجدول. يعني إيه نملى خانات الجدول؟ يعني من كل رقم ل 33 أحولها الباينري أشوفها بكام، احولها الاوكتل اشوفها بكام، احولها الهكسا ديسيمال اشوفها بكام. ال101 دي عايزه احولها للديسيمال
وبعدين احولها لاوكتل وبعدين احولها لهكسا ديسيمال. ال 33 دي ديسيمال، عايزين نحولها باينري. من ديسيمال لاي حاجه في الدنيا بنعمل ايه؟ بنقسم. يبقى 33 نقسم على الاثنين فيها 16 والباقي واحد. حط واحد. 16 على الاثنين فيها 8 والباقي 0. 8 على الاثنين فيها ال 4 والباقي 0. 4 على الاثنين فيها الاثنين والباقي 0. 2 على الاثنين فيها الواحد والباقي 0. 1 على الاثنين فيها الصفر والباقي 1. تمام كده؟ هو ده الرقم اللي انا وصلت له. خدوا كده اهو من الفوق يبقى اقصى اليمين يبقى 1 4 اصفار 1. وممكن قلنا ممكن بطريقة أسهل إننا نشوف ال 33 دي عبارة عن كام زائد كام؟ من أنهي أرقام؟ 1 و2 و4 و8 و16 و32، بعد كده في كمان 64. ال 33 عبارة عن إيه؟ 32 زائد 1 بس، حط 1 عند ال 1، حط 1 عند 32، والباقيين حط فيهم أصفار، أنت كده حولت الرقم بمنتهى السهولة. طيب، يبقى دي 33 حولناها لإيه يا شباب؟ حولناها ليه؟ باينري. طيب تعالى حول ال 33 ل ديسيمال، 33 ديسيمال حولها لاوكتل. اوكتل يعني من ديسيمال لاي حاجه يعني بنقسم. هنقسم على مين؟ هنقسم على 8. احنا لسه عاملينها من شويه اصلا. 33 على 8 فيها كام؟ اللي هي 32 بقى على 8 فيها كام؟ فيها ال 4 والباقي 1. 4 على 8 فيها الصفر والباقي 4. نعمل ايه؟ ناخد الواحد هنا والاربعة هنا، وده بقى كده الاوكتل بتاعنا. طيب تعالى حول، يبقى 33 عشان اوديها الهكسا ديسمال يبقى انا لازم اقسم. هتقسم على كام المرة دي؟ هقسم على 16. 33 على 16 ده رقم صغنون، ما هو 16 و16 يعني 32، يبقى ايه؟ يبقى فيها الاثنين والباقي واحد. 2 على 16 فيها الصفر والباقي 2، فبقت تحويلتها 1 2 بالهكسا ديسيمال. طيب ناخد الرقم اللي بعده اللي هو عباره عن 101011 كمان. يلا اول حاجه خالص عايزين نحوله ل ديسيمال. الرقم بيقول ايه؟ بيقول 101031. عشان نحوله ل ديسيمال هنضرب، نضرب مين في مين؟ نضرب كل رقم في الخانة بتاعته. يعني من الآخر كده هو رقم باينري، فأنت أول ما تلاقي باينري قدامك حط على طول 1 2 4 8 16 32، وهنا في كمان 64. جمع الوحايد، يبقى هجمع 1 زائد 4 زائد 16. 4 و16 ب 20، 1 يبقى 21، زائد 32 يبقى كام؟ 53، زائد 64 يبقى كام بقى؟ 53 و 64 يبقى 7 1 1 يبقى 117 يا شباب. تمام؟ طيب نفس الرقم حضرتك عايز تحوله لإيه؟ عايز تحوله ليه؟ أوكتل. لسه بقى حالين زيها من شوية. هنحوله لأوكتل إزاي؟ هنعمل إيه؟ هناخد كل ثلاثة لوحدهم، كل ثلاثة لوحدهم، كل ثلاثة لوحدهم، وحول 101 يعني 1 و4 يعني 5، 011 يعني 2 و4 يعني 6، 1 لوحدها كده معاها 2 اصفار على الشمال فبقت 1، يبقى 5 6 1 ده بالأوكتل. طيب تعالى خد نفس الرقم 101 0 ثلاث وحايد أهو، عايز تحوله هكسا ديسيمال، هنعمل إيه؟ هناخد الأربعة، مش الثلاثة بقى، هناخد أربعات، وهنا مفيش أربعة، هحط لهم صفر كده في الآخر. واحد صفر واحد صفر لوحدها يعني واحد اتنين أربعة تمانية يعني خمسة. طيب واحد 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 صفر لوحدها يعني واحد اتنين أربعة تمانية يعني كام؟ سبعة. يبقى الرقم اللي أنت طلعت بيه عبارة عن خمسة سبعة بالكام يعني؟ بالهكسا ديسيمال، وده بالإيه؟ وده بالأوكتل. عندنا بقى من الأوكتل ده هنحوله الباينري، وهنحوله الديسيمال، وهنحوله الهكسا ديسيمال.
اعتقد انه ما فيش داعي نكمل. احنا كده بقى ايه، هقولها كده شفوي، من الاوكتل للباينري هعمل ايه؟ هاخد كل ديجيت افكها في 3، الثلاثة دي يعني 110، الصفر يعني 000، السبعة يعني 111، واكتبه هنا. طيب من اوكتل لديسيمال، من اي حاجة لما بروح للديسيمال بضرب، بضرب في كام؟ في الرقم، في البليس فاليو بتاعته. دي بقى نحلها، هو 703، هو اوكتل، عايزين نحوله لديسيمال. من اوكتل لديسيمال هنضرب، نضرب في ايه بقى؟ كل رقم من دول فوقيه كده حاجة اسمها بليس فاليو، هو ثماني، يبقى 8 اول خانة من على اليمين هي 8 اس 0، اللي بعدها قيمتها 8 اس 1، اللي بعدها 8 اس 2. 8 اس 0 يعني بواحد، 8 اس 1 ب 8، 8 اس 2 يعني ب 64، اللي هي 8 في 8 يعني ب 64. طب يبقى نعمل ايه بقى؟ نضرب ال 3 في الواحد، يبقى 1 في 3، زائد نضرب الصفر في ال 8، 0 في 8، زائد نضرب السبعة في الأربعة وستين، سبعة في أربعة وستين، ومش هيجيب لك رقم كبير كده عشان تعرف تضرب، تمام؟ ونحولها لي ديسيمال في الآخر. طيب نفس الرقم ده بالظبط عايزين نعمل إيه؟ عايزين نحوله لآخر تحويلة بتاعتنا اللي هي الهكسا ديسيمال، آخر تحويلة هي الهكسا ديسيمال، فنقول كده 703 ده أوكتل، عايزين نحوله الهكسا ديسيمال، لسه حالين زيها من شوية، هنحوله الأول الباينري، يلا حول باينري، التلاتة يعني 110، 3 أصفار، السبعة 3 وحايد، حولوا الهكسا ديسيمال، خد دول لوحدهم وخد دول لوحدهم وخد دي لوحدها، واعتقد كده الموضوع بقى مفهوم. طيب نكمل المحاضرة، عندنا التحويلات هنا بقى والايه والحلول بتاعتها. الجمع، حد فاكر كنا بنجمع ازاي؟ انا هدي مثال على طول، انا دلوقتي هشتغل على باينري، باينري يعني هجمع رقمين باينري، فعندي رقم كده اهوت 1 كده اهو، زائد يلا نجمع كده مع بعض، 1 زائد 0 بـ1، 0 زائد 1 بـ1، 1 زائد 1 بقى بكام يا شباب؟ صفر يا دكتور، صفر ومعنى واحد. ايوه، ازاي بصفر ومعنى واحد؟ ما هو 1 زائد 1 في الاصل يعني ب2، ما ينفعش اكتب 2 هنا عشان هو باينري اصلا، فانا بقول ايه؟ عباره عن 0 والباقي 1. طيب 1 زائد 0 زائد 1 يعني كأنك بتجمع 1 و1 بصفر ومعانا 1 برضو، 1 زائد 1 زائد 0 بصفر ومعانا 1. عايزين نتأكد ان احنا صح، هات الرقم ده وحوله، 1 2 4 8 16، يبقى الرقم ده عبارة عن ايه؟ 1 و4 5، 5 و16 يعني 21، الرقم ده عبارة عن 1 2 4 8 16، 2 و4 6، 6 و8 14، 21 زائد 14 بكام؟ بخمسة، بكده صح؟ ب35. حول ده، 1 2 4 8 16، 32، ده عبارة عن 1 زائد 2 ب3، 33 يعني 35، يبقى أنا كده إيه؟ أنا جمعت صح. أنا بعمل إيه دلوقتي؟ أنا جمعت باينري من غير ما أكون عارفة الأرقام دي في الأصل بكام، جمعتهم على بعض وطلع لي ناتج، خلاص هو ده المطلوب منك تعمله. انا بس عشان اتاكد من اجابتي حولت الاولاني لديسيمال وحولت تاني لديسيمال عشان اعرف الناتج اللي طلع صحيح ولا مش صحيح، بس ده جمع الباينري. طب يبقى في الباينري عندنا ايه؟ عندنا 1 زائد 1 بـ0 والكاري او يعني ومعانا 1. طب 1 زائد 1 زائد 1 بتساوي 1 والكاري 1، يعني لو انت هتجمع كده اهو، نجمع مع بعض كده، 1 1 0 ومعانا 1، 3 وحايد 1 ومعانا 1، 1 1 0 ومعانا 1، 1 1 0 ومعانا 1، بس كده. الملتبليكيشن هنقولها سريع، والسبتراكشن مش هجيبها لكم. مالتبليكيشن زي المالتبليكيشن اللي حضرتك بتعمله في الديسيمال بالظبط، يعني ايه؟
يعني لما كنت بتضرب 35 في 13، بنعملها ازاي يا شباب؟ هنضرب 35 في 3 الاول، صح؟ 3 في 5 ب 15، 5 ومعانا 1، 3 في 3 ب 9، 1 يبقى 10، يبقى 0 1 كده اهو زائد. نيجي نعمل ايه؟ نضرب ال 35 في الثاني اللي هو الواحد، بس بشرط انك هتحط اول خانه هنا صفر، وبعد كده تحط ناتج الايه؟ الضرب هنا. 35 في 1 بكام؟ ب 35، حطها كده بس بعد الصفر. الناتج في الاخر بقى جمعت الاثنين دول على بعض، يعني 5 يعني 5 يعني 4، 455. يبقى الفكر واحد. هنعمل في الباينري نفس الكلام، هناخد الرقم اللي في الاول ده نضربه في الخانه الاولانيه، نحطه هنا ونجمع عليه، حط صفر واحفظ الخانه، وهات الرقم ده اضربه في الخانه الثانيه وحط هنا. يلا نجرب، 1 1 0 1 0 اضربه فيه، بنضرب فيه 0 1. يلا هنعمل ايه؟ هناخد الرقم ده كله نضربه في الصفر الاول. اي حاجه في صفر يا شباب بكام؟ بصفر، فخلاص هو هيتحط صفر اصلا. ما هو هنا حلاوه الموضوع ان انت يا بتضرب في صفر فبقى كله صفار، يا بتضرب في واحد فبقى الرقم زي ما هو. 1 1 0 1 0 في واحد هيطلع لي بنفس الرقم اللي هو 1 1 0 1. يعني انا ما بضربش، انا بصفر بصفر بواحد بحط رقم زي ما هو.